يوم اثنين ثلاثة وما كانت تخلص الشماتة بعزا جورج الراسي من المسلمين. تركت الأمة الإسلامية كل البلاوي والمصايب والمساخر اللي عم بتصير بدينهم، كل الوفيات اليومية اللي عندهم، شي النساء اللي عم يموتوا قواس على إيد ناس مرضيو هن يتجوزوهم، شي الحوادث السير اللي عم تقش بالعشرات والمئات من الشيوخ وأولادهم وأحفادهم يكونوا معهم، شي صواعق كهرباء، شي سيول، شي حرائق. تركوا كل شي وراحوا على جورج الراسي وعلى عزا جورج الراسي وصاروا الحمد لله على نعمة الإسلام. نحن ما عنا هيك مناظر، نحن ما بنرقص بالتابوت، نحن نسواننا ما بتلبس قصير، نحن الحمد لله. دخلكم شي مرة طلعتوا على حالكم من بعيد على طقوس الحج عندكم؟ يعني خطر لك شي مرة تشوف هالمنظر الوثني المضحك اللي انت فيه؟ طقوس رجم الشيطان اللي عندك هاي الوثنية، هاي بتخلي البوزي يشكر ربه على نعمته. كيف لكم عين تضحكوا على العالم على اساس انه انتو الشعب اللي ما عنده اي طقوس مثيرة للسخرية؟ هاي واحد. تاني شغلة، بدك تميز بين الطقوس اللي بيقوم فيها افراد منسوبين للدين المسيحي وبين الطقوس اللي ممكن يوصي فيها الدين. فما بتقدر انت تعير ايمان باكمله ومسيحيين بسبب طقوس قامت فيها عائلة الراسي. هاي هن طقوسهم، هن بيصوروا الميت، هن بينزلوا معه مايكروفون، هن بيلبسوا قصير، هن بمكيجوا مثلا الميت مثل الغرب، هن ما عملوها بس مثلا هن حرين كيف بيدفنوا ميته، هن بيرقصوا بالعزاء بدل ما يلطموا ويبكوا بيرقصوا. بغض النظر اذا منوافقهم او منخالفهم، هن احرار كيف يدفنوا ميتهم، هي حرية شخصية. اما انك تجي تقول المسيحيين هيك فهذا يعتبر سخافة إضافية من أتباع الدين الإسلامي وإفلاس، إنهم مفلسون. بدكم أي حادثة تواسوا فيها حالكم، تقنعوا حالكم أنه دينكم على حق. المسيحية ما بتدفن بهالطريقة، والرب يسوع المسيح وصانا وقال دع الموتى يدفنون موتاهم. لا المسيح دفن حدا ولا تلاميذه من بعده دفنوا حدا، لا بهالطريقة ولا بغير طريقة، لأنه الدفن عنا بيتم بشكل على السريع المفروض. هلأ بلشوا ياخدوا عادات غربية هندية، هن أحرار بس ما بتقدر تلصقها أنت وتكون سبب شماتة بالمسيحية كلها على بعضها، اللي نحن ما عنا هالطقوس. أنا مسيحية وما عنا هاي الطقوس بالدفن على سبيل المثال. هاي رقم واحد. رقم اثنين لنادين الراسي، طبعا بعد عزائي لإلك ولعائلتك بمصابكم. هي هذا العدل اللي صار هو العدل اللي بتستحقيه. يا ما طلعتي وتمسحتي بالمسلمين والإسلام والقرآن، يا ما طلعتي وأنكرتي المسيح، يا ما طلعتي وقلتي أنا مسيحية يعني مسلمة ومسيحية، انه على اساس عم تخترعي دين جديد، انه على اساس اذا اشركتي اله قريش مع الرب يسوع المسيح هيك بترضيهم. هلأ فهمتي معنى لن يرضى المحمديين عنك ولو تبعتي ملتهم؟ وعلى فكرة هاي الآية اصدق من آية القرآن، لانه اليهود والمسيحيين حول العالم ما عندهم مشكلة بدينك، بتعبد البقر ولا بتعبد محمد ولا بتكون مسلم، عم تاخدوا حقوقكم برا وتستلموا حتى مناصب برا. اما المسيحي اللي عايش بالدول الاسلامية هو المظلوم وهو المضطهد وهو المأكول حقوقه وهو اللي ما بترضوا عنه، حتى اللي منهم مثل نادين الراسي اللي اعتنقت الاسلام. هي مسلمة جايين تحسبوها علينا وقت اللي حابين تشمتوا بالمسيحية غريبين، بتفاخروا فيهم انه تعوا شوفوا عم يصيروا مسلمين، ووقت السقطات تبعهم والمساخر تبعهم بتقولوا لا تعالوا شوفوا المسيحية شو عملت. هي مسلمة، جوزها مسلم، ولادها مسلمين، مقسلمة المرة، وطلعت وقالت في فيديوهات لها عم تقول انه هي بتشهد وبتعترف بالله الأحد الفرد الصمد. فهي المخلوقة مسلمة، هي حابة انه مشان ما تخسر كل الأطراف كفنانة تعمل فيها مسلم حية ما بعرف شو، هي حرة شو بتخترع.
وعم تشرب من الكاس اللي اخترعته وسقت منه بنات لبنان وشجعتهم انهم يروحوا يتزوجوا مسلمين. اليوم لما بتكتبي انت تويت وبتقولي فيه صلولي بلشت افقد ايماني، ايمانك بمين بالضبط؟ ايمانك بمين؟ فيكي تطلعي تقولي انه انت ايمانك بإله قريش اللي تبعتيه وخليتيه شريك للرب يسوع المسيح وصلك لهون؟ خلاكي هيك كف ورا كف بحياتك ما بتعرفي تقومي غير بترجعي بتوقعي من جديد؟ هل هالشي صحاكي على عباداتك الغلط اللي عم تقومي فيها؟ ولا وقت الرفاهية والفرح بنقعد نحن بنخترع دين لحالنا لحتى نواسي في حالنا وولادنا اللي جبناهم من أبناء الظلمة؟ وقت الانكسار تجي تقولي فقدت إيماني بالمسيح، ليه أنت تابعة المسيح مبشرة بالمسيح؟ خير قضيتي حياتك كلها عم تشهدي بالمسيح؟ حتى أخوكي ترنيمة وحدة ما عنده بكل أغاني، ترنيمة وحدة للمسيح ما في، ما جاي لحاسب حدا ولا لدين حدا. وربنا يسامحك ويسامح أخوكي ويسامح كل مسيحي محسوب علينا مسيحي ورايح يتمسح بسرامي المسلمين لحتى ينال كم ليرة هون ولا عقد شغل هون ولا لاحق شهواته أو لاحق شهواته لتتجوز واحد ياخدها كم سنة ويرجع يرميها ببيت أهلها. طلعي خبري العالم قولي لهم لما رضيتي تاخدي مسلم كيف ولادك غصبا عنك هن صاروا مسلمين، ما إلك حق تفتحي تمك وتقولي بدي اياهم مسيحيين. طلعي قولي حبوب الاعصاب اللي بتاخديها لتعرفي تنامي بالليل من ورا الاله اللي بتعبديه. طلعي قولي الضربات اللي اكلتيها من وقت اللي قررتي تكوني مسلمه مسيحيه. فيكي تطلعي تواجهي شيوخ المسلمين اللي عملوكي مسخرة ولا قدروا عزائك ولا قدروا حزنك، مثل ما بتتشطري على الكهنة إذا كاهن واحد طلع قال ممنوع زواج المسيحية من مسلم، ولا ما بتقدري عليهم. ماني مقررة أزيد همك هم، بس اليوم في موضة بلبنان جورج رداحي عمل تمسح بالسنة، ردوا السنة دعسوا راح تمسح بالشيعة، وائل كفوري طلع حب قال يرنم القرآن. ليش انت مرنم شيء من الانجيل تروح ترنم قرآن؟ لشو هالقرف اللي عم تحطوا حالكم فيه؟ خليكم بفنكم، خليكم بفنكم وداسوكم داسوكم، لانه اللي عليه كرامة المسيح وارتضى انه يشلح كرامة المسيح وما قدر الدم الثمين المثمن اللي عليه ما بيستاهل الا انه ينداس وكرامته تصير بالارض. هي قبل ما يطلع على السما وينال عقاب، وهي هون على الارض. والشعوب اللي عم تتمسحوا فيها هدول بياكلوا بعض، هدول بيشمتوا بموتة بعض، وما بيعرفوا يترحموا على بعض ليترحموا عليكم ولا ليقدروا حزنكم، وما بيرضوا عنكم لو اعتنقتوا ملتهم. خلصت حكي بهذا الموضوع وخلص، بقى شي مقرف شي مقرف. كيف بدهم يدفنوا ميتهم هن أحرار فيه؟ روحوا شيلوا المساخر اللي بدينكم من جديد. إذا بدي أعملكم حلقات على طقوس الدفن عند المسلمين بحسب مللهم وطوائفهم، نعمل مسرحيات ما بتخلص ونضل نضحك عليكم. ما بعملها ليه؟ لأنه هدول بترجع لعقيدة ولا تراديشنال ولا كيف متعودين وعادات وتقاليد بعض الناس ببعض الطوائف. بحسب عليكم الأمور اللي بتكون شعيرة عمل محمد قبلكم، مثل رجم الشيطان بالحجر، تعضوا على الجلابية وتركضوا على الشيطان تضربوا، آخر شيء بتطلع قاتل لك المسلم المقابيلك الحج اللي عم يحج من تاني طرف صايبه بالحجرة بدل ما تصيب الشيطان. بدك مسخرة أكتر من هيك؟ إلكم عين تتمسخروا على العالم كمان؟ خلصت.